تحتفل مناطق السعودية بعيد الفطر تحت شعار موسم العيد متعة واحتفال، حيث نجحت الفعاليات المتنوعة في اجتذاب الأفراد والعائلات، خاصة مع تركيز البرامج الترفيهية على التنوع الثقافي والفني. الزميل خالد العمري زار إحدى تلك الفعاليات ورصد ردود الأفعال في التقرير التالي. مئات الفعاليات لعيد الفطر في الرياض لوحدها وكغيرها من المدن السعودية زادت من التنوع الثقافي والفني والعروض العالمية ليتخطى جذب السعوديين فقط، وأصبحت الفعاليات جاذبة لجنسيات عدة. في تغيير كتير، وفي أنشطة كتيرة، في إيفنتس كتير، في فعاليات متنوعة سواء لأطفال سواء لشباب سواء لمسابقات، وتناسب أي جنسية وتناسب أي سن. يعني أول فعاليات كلها رقصات شعبية فقط، ما في غيرها، بس رقصات شعبية، رقصات الجنوب، رقصات الشمال، رقصات الشعبية بس. الآن لا، الآن أشكال ما شاء الله تبارك الله وفرق عالمية جايبيلنا هنا. يجي أول بس زي كده ترتيب أول مرة شفته هنا في الفديق هديك كده، يعني كله مجانا، مثل بيرفورمانس موسيقى أغاني رأس كتير حلو، مثل هذا البيرفورمانس اللي ولت على الضو وهيك شيء جديد. يعني أنا والله من خلال موقع الفعاليات الرياض تعرفت على كثير من الفعاليات اللي موجودة في الرياض. في كل مواسم الأعياد الأطفال يكونون العنوان الأبرز لأي فعالية، وهي السمة الغالبة في جنبات أي مهرجان، لتتمكن العائلة من الاحتفال في مكان يناسب جميع الفئات العمرية. لا والله جو العيلة، تعرف العيد عيد الأطفال، ما ألعاب نارية والأغاني ومبسطة اليوم. طيب. وهذا أحلى مكان جيت. الألعاب. إيش الألعاب؟ تكلم الألعاب اللي هنا في العيد اللي ودي اروح حوطه انا بس صراحه. الحوطه؟ اي والله والله حوطه يا اخي، والله فله الفي ار. ورحت المسرح، رحنا الملاهي. ملاهي؟ ايش كمان؟ قاعد نلعب. تتنوع طرق البحث عن الفعاليات في العيد، فمن الجمهور من يبحث عن قرب المسافه، ومنهم من يختار اطفاله المكان، ومنهم من تحدد شعبيه الفعاليات على وسائل التواصل الاجتماعي وجهته. خالد العمري، العربية، الرياض. والآن معنا من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في ظهران مراسل العربية بدر الشهري. بدر، أهلا بك معنا في الرابعة. كيف هي أجواء العيد والفعاليات حيث أنت موجود؟ أهلا بك لارا، وكل عام وأنت والسادة المشاهدين بخير والسلامة. طبعا فعاليات العيد انطلقت منذ يوم أمس بحفل الأهالي الذي شرفه أمير المنطقة الشرقية ونائبه في الصالة الخضراء بعدد من الفعاليات التي شملت أوبريت، إضافة إلى العرضة السعودية وكذلك عروض الألعاب النارية التي شهدتها الدمام والخبر. هذا اليوم طبعا تستمر الفعاليات في عدد من المناطق المحافظات والمدن التابعة للمنطقة الشرقية، سواء في الجبيل، في الأحساء، في الدمام، في الخبر، في الظهران، في عدد كذلك من المجمعات التجارية، في الواجهات البحرية، في كورنيش الدمام، الخبر، كذلك الخفجي. حيث نتواجد حاليا لارا في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، هناك كذلك العديد من العاليات المنوعة والموجهة طبعا لزوار من المواطنين والمقيمين. إذا سمحت لي لارا طبعا للحديث عن فعاليات التي يشهدها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء، يسرنا أن يكون معنا مدير فعاليات العيد في مركز إثراء الأستاذ فوز القحطاني. أهلا بك أستاذ فواز، ما هي أبرز الفعاليات التي سيشهدها مركز إثراء خلال فترة العيد؟ أهلا وسهلا فيك أخوي بدر، كل عام وأنت بخير، وكل عام والسادة المشاهدين بكل خير إن شاء الله. طبعا تحت شعار العيد فرحة، مركز إثراء يتنوع بفعالياته وبرامجه ثقافية ترفيهية تعليمية، أيضا نستقطب العوائل والأفراد وأيضا الأطفال في برامج متنوعة بحيث يحقق رسالة المركز بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. تمتد برامج إثراء لمدة 4 أيام ابتداء من اليوم. أيضا لدينا فعاليات عالمية ومحلية. الفعاليات العالمية لدينا غدا على مسرح إثراء عرض فني إبداعي لفرقة كورية، عرض برش وهو عرض بصري ممتع للعوائل. أيضا لدينا في السينما أفلام للأطفال وأفلام قصيرة سعودية وأفلام طويلة أيضا،
تستهدف جميع الزوار. لدينا المعرض الفني مونك للفنان إدوارد مونك بالتعاون مع المتحف النرويجي. المتحف يضم أحد أبرز رسومات الفنان الراحل مونك، يستهدف جميع الحضور أيضا، ويضم 40 قطعة فنية في هذا المعرض. لدينا أحد رسوماته الفنية نسخة منها، وهي رسمة الصرخة. طبعا المركز إثراء الجو العام فيه هو البهجة والسرور والفرح لجميع زوارنا الكرام في هذا العيد. لدينا أيضا ورش عمل تستهدف الأطفال لصنع بطاقات المعايدة تماشيا مع أجواء العيد. أيضا بطرق ابتكارية لدينا عروض علوم فيزيائية في معرض الطاقة، ولدينا الكثير مما ندعو الجمهور للحضور لرؤيته والاستمتاع به. كل التوفيق نتمنى لكم يا إن شاء الله. شكرا لك أستاذ فواد. طبعا أعود لك لارا، طبعا هناك كذلك العديد من الحفلات الفنية التي ستشهدها المنطقة الشرقية، تحديدا هذا اليوم في الدمام هناك حفلة للفنان حسين الجسمي وأصالة نصري، ويوم غد ستشهد محافظة الأحساء كذلك حفلة غنائية لكل من الفنان نوال الزغبي والفنان عبدالله الرويشد، وسنشهد كذلك يوم غد في الدمام حفلة كذلك غنائية للفنان محمد حمائي ووليد الشامي. العديد من الفعاليات المنوعة التي تستهدف كافة المواطنين والمقيمين من كافة الأعمار، والتي طبعا تم الإعداد لها مسبقا قبل هذا العيد. شكرا جزيلا لك بدر على وضعنا في هذه الأجواء من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في ظهران. إذن كان معنا مراسل العربية بدر الشهري.